إكيب العامل فردا فردا بيوجهوا لكم أخلص التحيات يا أصدقائنا المتابعين والمشاهدين، على أمل تكونوا عم بتقدموا معنا أوقات حلوة، وأكيد هالأوقات رح تحلى أكثر وأكثر مع وجود الشيف عماد عراوي يلي دايما هيك بيعلمنا من طبخاته اللذيذة السريعة الطيبة المتقنة. شو بعد بدنا نقول له أكثر من هيك؟ اليوم عندنا كيك التفاح، وعندنا سلطة صلصة الكراميل، وعندنا الكفتة السريعة. بشو رح يبلش الشيف هلا بنعرف؟ صباح الخير لك يا شيف. بونجور، كيفكم اليوم؟ كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ بونجور. بونجور لكل اللي عم بيتابعونا. اهلا وسهلا فيك، بشو رح تبلش لنا اليوم؟ الحمد لله. من اطباقك الطيبة والغنية، الحمد لله. مثل ما قلتي سحر الوصفات، عندنا الكيك المعمول بالتفاح ولا اطيب، وفي عندنا كمان الصوص كراميل، لانه كمان الصوص كراميل دائما مطلوبه وشغلتها كثير سريعه وكمان سهله. وعندي الكفته، في اشياء مثل ما بتلاحظون بحب ضوي عليها وبحب اعملها، كل المقصد فيها انه نشوف طريقتها كيف السهله، اهم شيء انه ما بتاخذ وقت، يعني مشان قلنا دائما بدنا نحاول قد ما فينا نبسط الاشياء. هلا اليوم باولويات الوقت بس بعمل شغل بالمطبخ، ليروح الكيك على الفرن بعمله اول شيء، وبرجع على الصوص كراميل، وبرجع اخر شيء بنهي بالكفته. الكفته اليوم رح تشوفوها مميزه، رح اعمل احطها بفخار، رح اغطيها بعجين، تفوت على الفرن، رح تشوف شغله كثير حلوه وكثير مميزه. نحن ديجا هون ميري رح تبلش هلا تشتغل بالكيك، وانا رح احكي عن الكيك وعن التبسات. رح نبلش بالبيض، اوكي؟ وعندي بهذا الكيك كيك غني بالاشياء، وبس يعني كمان اغراضه متوفرين موجودين، من القصه بس كيك ولا اطيب من هيك. بلشنا بثلاث بيضات مع برش حامضه، اوكي؟ هلا في عندي برش التفاح، ثلاث تفاحات، عندي كبايه ونص سكر اسمر، اكيد الطحين ثلاث كبايات، وعندي هون خلطه انتم نقوها، انا حطيت شويه جوز وشويه زبيب، في قرفه، في جوز الطيب، وفي اكيد البيكنج باودر مع او البيكربونات صودا مع الفانيلا الباودر. هلا هون بالاشياء الليكيد رح تلاقوا كبايه زيت، تقريبا نص كبايه زبده مدوبه، وكبايه المي. هذا الكيك رح تشوفوا العجينه تاعته سميكه، هول الكيكات خصوصي للشاي. هلا اللي بحب يجرب كمان هذه الكيكات اللي بتفوت على الفريزر، عم بتلاحظوا عم بعمل فوكس دائما على الاشياء لكم بالفريزر، لانه رح ضلني اكرر وضل نعيد، ودائما لازم نضلنا الاشياء نعيدها اكثر من مره ومرتين وعشره لاخر شيء تصير هي من عاداتنا. يعني دائما بتحسوني انا بقول لكم حطوا بالفريزر. هلا البيض مثل ما انكم شايفينه، هذا السكر، القاعده دائما انه السكر مع البيض بضربهم لينعموا مزبوط، اوكي. هلا منشان بنطر شوي لتخلصوا الميره، واليوم مع انه في شويه اضرابات بدي لها لميره عقبال المية ان شاء الله، اليوم عيد ميلادها، ودائما هي معي بالشغل من اكثر من 5 سنين. هابي بيرث داي، ان شاء الله دائما بتكون بصحه جيده وتكون هيك شطوره. اوكي، عم قلت لك سهره هابي بيرث داي. وهلا حطيت الزيت، رح احط الزبده، اوكي، لاحظتوا الاشياء الليكيد، فوالا، واحط شويه مي هلا، وارجع اخلط وشوف اتحكم انا بسماكه الخلطه. هلا بلشت بالبهارات هون، اللي هي القرفه، جوز الطيب تقريبا ربعه، اوكي، مش اكثر، وبس تعملوا جوز الطيب، في منهم جوز الطيب عفوا ايام شوي بتعذبهم، ما تشدوا عليها بيمشي الحال، يعني ما بدها شد، تمشي لحالها، اوكي. تقريبا ربعه، لانه طعمتها بالكيك ولا اطيب من هيك، بدقها هيك مضبوط، فوالا، اوكي. هيدي شلتها. هلا لاحظين الخليط رح يطلع اليوم لون كتير حلو، لون بني، اوكي. هيدي حطيت هلا التفاح،
الطعم كتير طيبة ولا أطيب من هيك. رح أحط الجوز والزبيب. رح اليوم تشوفوا إنه هيدا الكيك بنسميه الكيك اللي مثل العجينة بتشوفوه بس بالفرن بيطلع ولا أحلى من هيك. أوكي، ورح كمل له أنا هون كباية المي. نعم، الوصفة خلصت، بس رح أحط آخر شيء هلا الفانيلا والبيكربونات الصودا. أوكي، البيكربونات الصودا بس شوفوا حاطين بيكنج صودا، يعني البيكربونات اللي بنستعملها نحن قوية أكثر من البيكنج باودر. أوكي، وليش اليوم استعملتها؟ لأنه بس يكون عجينة الكيك ثقيلة بحط البيكنج صودا. أوكي، مشان يكون معكم خبر. هلا هيدا قلب الكيك هون نحن غراضنا خلصناهم، راح أنا أخلطها أرجع شوي. ومثل ما انكم شايفين اللون شو حلو. الكل بيعرف الباي، يعني بس ناخذ شيء يكون فيه زبيب وجوز وتفاح وشو اسمه طعمه القرفه، بيتخيل قد ايه الخبريه بتطلع طيبه. فتخيلوا هذا الكيك، رح صبه هون بالقالب. ومثل العاده بيعمل قالب ونص. هلا عندنا القالب الزغطور بنصبه وبيمشي الحال. انا حضرت الفرن مثل دائما الكيك، صرنا حافظينه انه دائما حراره الاكثر الانواع الكيك بتكون على 180. اكيد الفرن محمى قبل بخمس دقائق، وهلا بحطه بالفرن 35 دقيقه على درجه حراره 180. اوكي، وبكون نظرات ولا احلى من هيك. هلا الصوص اللي هي ولا اطيب، خاصة انه انا اليوم نقيتها للكراميل صوص لنحطها على وجه الكيك. اوكي، وفيكم انتم تستعملوها مع كل الاشياء لانه الصوص كراميل كثير طيبة. هيدي المقلاية رح احط فيها كوب السكر. الخلطة هي عبارة عن كباية كريمة مش اكثر. في عندكم الاحجام الصغيره بالسوبر ماركت، وعلى قد بدي انا كبايه كريمه، يعني تقريبا 200 جرام. عندي زبده شيلها من البراد انا، وعندي هون فانيلا، واكيد كبايه مي، ونقيتها اكيد تكون مي سخنه لانه انا عم بشتغل على السخن. هلا ما بده شيء السكر. اوكي، بخليه لحاله يعني حتى بدون ما حركه هلا، لانه بده انطر ليحمى ونزل عليه الاشياء الباقية. هلا بنتبه شغلة انه السكر دايما للي بيحب يعرف الاختصاص، الشغل بالسكر هو اختصاص عالمي ويدرس كتير برا، بصير واحد يتخصص بشغل السكر. اوكي، والاختصاص هو تقريبا 3 سنين، كيف نعمل الكراميل، كيف نعمل الاشياء الاشكال بالسكر الى اخره، ودراسه كثير عن السكر. اهم شيء اللي لازم تعرفوه انه السكر ما لازم يحترق. اوكي، يعني يطلع لون كراميل. استقصدت انا احط السكر الاسمر، يعني انتم اليوم بتشوفوا روسات بتفكروا كيف فيكم بالروسات شوي تعملوا شويه اضافات. يعني الاضافات هي شو استخدم، بلا ما استعمل سكر انا ابيض بياخذ معي وقت بتسميره، جبت دغري سكر اسمر. هلا السكرات بلشوا يلزقوا، يعني بلش يدوب على الحراره. راح اخذ انا هالملعقه، بدي احاول قد ما في هلا بين ما كان بين سكر ارجع احط الزبده الكريمه واخر شيء المي مع هالفانيلا. اوكي، بالوقت اللي مثل ما انكم شايفين نار خفيفه، ما بدي احرقه للسكر، بدي اطول بالي عليه. رح فرجيكم هون شو محضر انا اليوم. محضر صينيه فخار، صوص طماط بس هي فريش ما في شيء، محضر لب البندوره، بدي اعمل بورسيون كفته. هلا هو بطعم شخص واكثر، مش اكثر من اثنين يعني، بس رح تشوفوا سرعتها بساطتها الى اخره. على طول هذه الكفته ظهرت هلا من شوي، من تقريبا ربع ساعه من الفريزر، مش اكثر من هيك. هلا بتشوفوها بعدها شوي متلجه. اوكي، على طول عندي اياهم بالفريزر، يعني اي ساعه اللي بدي اعمل شيء موجود.
الفلايت اللي انتم نقوها بدكم اياها حمراء خضراء صفراء ما في المتوفر. اوكي نعم. دائما عندهم تساؤلات السيدات يلي فعلا بحبوا فن الطبخ. نعم دائما عندهم تساؤلات السيدات يلي بيمارسوا دائما فن الطبخ وبيحبوه. نعم. عن قصه بيدبغ لونها، يعني دائما الكفته بيقولوا لك بس نجيب الكفته. نعم. شوي وبتلاقي دبغ لونها وغير لونها، شو القصه يا شيف؟ سوري ميرا بس هيك، هلا رح اقول شغله انا لغسل ايدي لاني لمست البصله. هذا السؤال كثير مهم بس بدي اقول شغله. في شيء ايام ما بينقز اذا الكفته حسينا اللون شوي تغير. شو اللي ما بينقز؟ اللي ما بينقز انه الكفته بس تشوف عم اللحمه مش دول الكفته، اللحمه بس تشوف الهواء دغري بده يغير لونها. أوكي. أوكي مشان هيك الأصول، وفي بعض السوبر ماركت لا بتتبع هذه الأشياء بتلاقوا بالبراد حاطين اللحمة بس مغلفينا. أوكي بس نغلفها بنمنع الهواء، هو عادة الهواء اللي بغير لون اللحمة، مشان هيك بتعرفوا يعني الهواء كله بكتيري وإلى آخره. هذا الشيء ما بينقز، بس أيام اللي أنا بدي لكم إياها شغلة باللحمة، أهم شغلة تعملوها انكم دائما تنتبهوا من الريحه. يعني اليوم ما بدها شيء بس تشكوا باي لحمه، اهم شغله اول ساين بيعطيكم غير اللون ان احنا نشم ريحتها، ما بدها مستحى من شيء، عم ناكل شيء عم نفوته على جسمنا ما لازم نجامل فيه حدا. هلا لاحظتوا نزلنا الزبده وهي الكريم ليكم احلاها. اللي راح يعمل هيدي الكريمه رح سوري الكراميل رح يشوف قد ايه الخبريه طيبه، بس اللي بنصحكم فيه ما بدنا نكتر من الكراميل. ليش ما بنكتر من الكراميل؟ لانه بنصح وما بدنا نعمل مشكله لحالنا. مثل ما شايفين على النار هو خففنا ليكم احلى اللون. هلا على اكيد ما بدنا ننصح. هلا رح احط المي وراح خلي شوية هون مي يحط فيهم الفانيلا. اوكي ونزلهم على خلينا نقول المقلاية او البوال وبيمشي الحال. هلا ميرا مثل ما شايفين عم تحرك شوي شوي، لانه هلا كل ما عم بيسخن كل ما رح يدوب لي الاشياء، وهيك بكون الكراميل عشوائي رح يصير جاهز يعني ليدوب، بس ما بده كتير غلي، لان اذا غليته كتير بده بس يبرد ينشف ويقام يجمد يصير كتير صعب لشيله. فوالا. هلا اذا شفتوها هيك عم بتفور ما بدها شيء، نرجع مندوبهم نخفف نارنا. شوفوا اللون شو حلو. اوكي قوي بدنا نتحكم بالنار. هذا اللي قلت لكم عنه اختصاص السكر، انه كثير بتتفاعل الخبريه بالنار، مشان هيك دائما بيشتغلوا بيستعملوا الميزان لحراره السكر. كثير شغله السكر شغله دقيقه، لانه بس يحترق مشكلته انه بيعطي طعمه تمروره. لاحظتوا هاللون شو حلو هلا هون؟ لو ما بنتبه له مظبوط دغري ممكن اللون يغير وتتفاجئوا انه الطعمه طالعه مره مش طعمه كراميل. اوكي ليكو الخليط رح يخلص، ليكو ما احلاه. لو بتشوفوا السماكه شو حلوه، لاحظتوا كيف قد ايه الاشياء بدنا ننتبه لها. بعد في شوي هون بالخفاقه هلا بيمشي حالهم. ولا بدنا نحرك شوي شوي. الوصفة ولا أحلى من هيك. المقادير لاحظين هون هالشوي على الحرارة رح يمشي حالهم. أي شيء انتبهتوا ما وقفنا تحريك منشان ما الأشياء أبدا تلطع. عليك قوة النار من تحت قد ايه هي، يعني على شوي مثل بقولوا بنحطه لدرجة الشمعة يعني. اوكي عم نشتغل سكر بنشتغل دائما على نار خفيفه. اوكي فوالا. نعم
هلا مش الحال، ما بقى عندي اشياء مجمده، صار كله مزبوط. بدي هلا ارجع نكزي اول نار بس لهيك شوي تقلب مثل ما بيقولوا الخلطه، ورح صبه بهالفخاره ومنخليه ليبرد، وبنستخدمه مع الكيك مع الشوكولا مع البسكوي. يعني الكراميل له استعمالات كثيره، بنحطه على البوظه شوي على وجهه ولا احلى من هيك. وكمان فينا نحطه بالبراد، بس نحطه اخر شيء تحت البراد، ما بدي كثير سقوع عليه قويه مشان ما يعذبني، بس بدي احط على وجه الاشياء. الكراميل احوي خلص، نطرت انا بس لاحظته شوي عم يغلي. اوكي، رح طفي النار ورح جيب لهون، حضرت انا فخارتي ليكو ما احلاه، رح اسكبه. واو، وهيك الخبريه ريدي. هلا رح شيله على جنب وخليه. يا ريت بتجمعوا شويه فخارات بالبيت، كثير رح تحبوهم، لانه الفخار متعه بالاكل بنظافته بشيء بالاشياء الصحيه. واحلى من هيك اذا حطيت فيه سخن بحافظ لي على السخونه، واذا حطيت فيه بارد بحافظ لي على البروده. لا هلا الكيك عندنا بالفرن ان شاء الله، هلا بنحاول بلكي. نعم، بس سؤال سريع لانه جبت سيره الفخار. عم بسمعك سحر. اوكي، سؤال سريع لانه جبت سيره الفخار، اذا بدنا نقتني فخار دغري بنجيبه بنغسله؟ نعم. وبنطبخ فيه، ولا بدنا ندهنه زيت قبل، بدنا نعرضه لاشعه؟ نعم. الشمس، يعني كيف الطريقه؟ هل قد سهل نجيبه دغري نطبخ فيه؟ لا 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 لا، ابدا ابدا. اول شيء بتجيبه فخار من السوق، في نوعين فخار، في نوع للنار في نوع للبارد، يعني نوع للسخن نوع للبارد. عادة النوع اللي للسخن يبقى أسمك، هاي بدك تنتبهوا له، وبس بتشتروا فخار بتدقوا عليه. أوكي؟ أوكي، كل قطعة بتشتروها بتدقوا عليها، إذا سمعتوا صوت رجة يعني يبقى في فسخ مش مبين، بس رح تحطوا النار. بس رح استخدم الفخار على النار. أهم شغلة دائما الفخار ببلش على حرارة كتير واطية، بعدين بعلي قد ما بدي. أوه. مع الوقت بس الفخار يتعرض مرة مرتين للنار بصير انتو تستخدموه، ما عندكم مشكلة فيه، لا بده نقع لا بده شيء. اللي بده نقع بالماي خاصة البريق، هيدا اللي بيكون مش مطلي من جوا، بدنا ننتبه. اللي يبقوا مطليين من جوا بهيدي المادة اللي تتحمل. انا هذا الفخار جايبه هلا ما رح اقول من وين، بس هيدا فخار مطلي بيتحمل حرارة 1000 وما في مشكله فيه، بالعكس ولا احلى من هيك. والحلو بالفخار الاواني بتسكبوا فيها، اذا بتحطوها على النار انتوا عم تغلوا فيها، بس نزلوها على السفره بضل اتليست ثلث ساعه عم بيغلي عم ببقبق، منظر ولا احلى من هيك. لنروح دغري. عم بشتغل كفته اللي نحن بنقول عنها كفته بالصينيه، شويه زيت زيتون، حطيت احن الكفتيات هون الاقراص، شوفوا ما احلاهم. وديركت رح اخذ غطا مثل العاده، ولا ممكن انا شي نهار اطبخ شي على النار ما احط غطا عليه. اوكي؟ هاي الشغله محسومه. اعطوني الغطا فيه اذا نرجع نغطي هون. هيدي مي سخنه. لاحظوا عادة الكفته بالبيت، وبدي انتبه شغله لنكون صريحين، الكفته ما بيجي معها بطاطا. اوكي؟ اوكي. اذا بدي احط بطاطا بدي اسحب الرز، لانه اليوم شغلتين نشويات بقلب الاكله. ايام بدي انتبه شغله، الكفته كثير طيبه، بس اذا ما بننتبه الكفته كثير بتنحصح، لانه بعض الاشخاص بياكلوا ثلاث مرات نشا بقلب الكفته، هو عباره عن البطاطا بقدمه حدا رز، وبنرجع طبيعي بناكلها بالخبزه. منشان هيك بليز اللي بحب يعني ياكل الاشياء مثل ما بيقولوا دائما المطبخ اللبناني. نعم شادية مش قبلاني بدها تاكل الكفتة مع رز ومع بطاطا. شادية مش قبلاني بدها تاكل الكفتة مع رز ومع بطاطا، بدها تشبع. طيب ليك هلا بدي اقول شغلي، انا بس شفت لشادية عندنا هون لقيتها بتحمل كثير اكل، يعني ما بنخاف عليها. سيباتيك اسم الله عليها. لاحظوا شو عملت انا هون، نزلت البصل. اوكي،
اوكي، بس نحن عم نقول للاشخاص انه قصه النشويات صح. لاحظوا نزلت البصل، هلا رح حط البندوره والفليفله. شوفوا ما احلى الاشياء هيك. لاعمل دائما ديغلاساج اللي قلنا عنه، يعني بحط المي اول شيء بنقل حراره المقليه على الاكلات. يعني شوفوا شو بعمل هون، بس حط هيك شوي لاحظوا كيف دغري حراره المقليه بتتفاعل مع المي وبتستوي لي الاكلات. صح. هلا هون عندي البندوره والصلصه، راح احط اخذ ملعقه. هيدي كفته بالصينيه اللي يعني سوري بهالكلمه، اذا ست البيت جايه على البيت الساعه 3 من شغلها فيها بعشر دقائق تعمل الاكله ومثل بقولوا وتقدمها لعائلتها. هلا رح اعمل هون الصلصه ركبت، حطيت شويه رب بندوره، شوية برش بندوره، حبه بندوره. لاحظوا الالوان شو حلوه. هلا رشه ملح. البهارات اللي رح احطها هلا مع مع الكفته ولا اطيب من هيك. اول شيء الملح، بعدين رشه بابريكا لانه عم بحكي لحمه دائما بستخدم البابريكا، وخاصه انه في صلصه حمراء. رشه قرفه صغيره ما بكتر منها لانه القرفه كثير طعمتها قويه. رشه الكمون ضروريه. وهلا الاروم الغير شكل مع الكفته جربوه، هو رشه النعناع اليابس. اوكي؟ اوه هيدي كثير. هلا بقوي ناري ليكو ما احلاها. لا اوكي ها، هيدي صينيتي. لا انه معودين نمد الكفته ونرجع نقلي البطاطا، ويعني معلش يعني الاشياء بالنهايه انا عم باكل كفته وبندوره وبصل مثل ما بنعمل كل شيء. شوفوا شغلي هلا هون، انا راح اخذ العجينه اللي خبوا لي اياها الشباب حطوها هون، وراح انا حضرت هون عجينه بس راح رقها. العجينه هيدي منا يعني شيء مميز، عجينه ملح وحامض ملح وسوري ورشه سكر وشويه خميره، راح هون رقها بهذه الطريقه. هيدي مثل ما بقولوا بهلوا ستات البيوت. ليكو كيف هلتها مع احلاها. هلا على النار راح خفف ناري، راح اخذ فوالا هيدي صينية الكفتة رح حطها هون. شوفوا ما أحلاها، بس كون أنا منقي البورسيون مزبوط، الكمية مزبوطة. ليكو ما أحلاها كيف عبت على القد. شوفوا هون الخبرية شو حلوة. هلا بقوي نكز النار، لاحظين النار شو خفيفة. رح خليكم تشوفوا كيف دغري بيتفاعل الفخار مع الأكل وبيبلش يغلي. وهلا رح حضر انا عجينتي لعاملكم شغله ولا احلى من هيك، رح تستمتعوا فيها انتم عم تاكلوا بهالعجينه وشكلها ولا اطيب من هيك. اوكي هذه العجينه هيك عب زغرها شوي، وهلا رح يعطوني صينيه صغيره لان بدنا نبعتها على الفرن. على الفرن بدها 5 دقائق على درجه حراره 200، يعني بدي فرن كثير قوي لانه بدي هذه العجينه تنشف عن وجهها، وهي رح تضلها مثل بقولوا مغطسه بهالمي. اذا بدكم شيء ستانلس كبيره اوكي. ايه ما بقصر. هلا الكفوف بدنا ننتبه كثير منيح، بس نبقى عم نشتغل في عنا الكفوف الثاني بليز. اكبر اكبر وحده. نعم لاحظتوا، هلا رح نفرجيكم على الكاميرا. شوفوا ما احلى الصينيه هون. رح اطفي النار. نحن شايف بعد عندنا 5 دقائق من الوقت. قد ايه عندنا وقت؟ 5 دقائق. يلا خي على الوقت. هلا لاحظوا لاحظوا شوف رح شفتوا على الكاميرا لو شلت عن النار. شوفوا ما احلاها كيف بعدها عم تغلي، ولو خليتوها هلا 10 دقائق وربع ساعة بتضل خلص. طالما حمل فخار صار هو الفخار عم يغلي وعم يتفاعل، وكل منه بصير يسخن، يعني شيء رائع. هيدي عجينتي، ليكو وين راح احطها؟ راح اغطي فيها الفخاره. شوفوا ما احلاها. اوكي راح اعمل انا هيك ضربه زيت زيتون. اوكي راح رش رشه نعناع يابس هون، واكيد للشكل الحلو رشه البابريكا. شوفوا ملا شغله. رح تروح هلا على الفرن هيدي مش اكثر من 10 دقائق، رح تحمر الخبزه، ورح بس نقدمها
بالبيت لعائلتنا او لضيوفنا بنعلي الخبزه، بصير تكسر الخبزه فيها الصوص بناكلها، يعني جد ولا اطيب من هيك. بدي اقول لكم شغله كثير مهمه، هلا بس بدي فوت على الفرن، عندي هون شويه مي سخنه، ما تفوتوا شيء على الفرن بقلب صينيه يكون فخار او ازاز الا ما تحطوا شويه مي بقلب الصينيه مشان الصينيه هيدي ما تتاثر بحراره الفرن ويغير لونه وتحترق. ميرا هيدا مش قلب الجاتو لك، هيدي على الفرن 10 دقائق. هيك نحن اليوم انا رح فرجيكم هون، انا صرتوا تعرفوه مشان هيك اليوم ما كثير حكينا فيه، بس رح فرجيكم شغله. انا عامل رز ابيض، رح دغري اخذ صينيه واقلبه، بس قبل شوفوا هون باخذ الملعقه بحرك الرز كثير منيح وما بعود عندي مشكله ابدا. هذا الرز الابيض مع البصل، لان دائما بنكه الرز. وشوفوا هلا رح تشوفوا قد ايه فلافي، قد ايه الاشياء طالعه كثير منيحه. مثل العاده رح اخذ ورقه النايلون، للي بحب يعرف في منها افادتين. اول شيء ايام بالبيت يبقى عندنا اشياء بنسكبها لضيوفنا، ممكن تكون مطليه فضه او تكون ستانلس ستيل مثل هيدي. الرز دائما لازم بحط له ورقه. اول شيء هذه الورقه ما تستهونوها قد ايه بتحمي الصينيه، وشو بنفس الوقت بتخلي الرز ما ينشف، لانه هي هون على حراره الرز رح تخليه يصير شوي الجوسي، يعني تعمل له شويه رطوبه. مشان هيك اذا بحطه ديركت على الصينيه بنشف دغري الرز وبفوت فيه الهواء وكثير رح يطلع ناشف. فهلا انا باخذ الصينيه بقلبها مثل ما نكون شايفين، وهلا بفرش الرز دائما بهيدي الطريقه. دائما الرز اذا شايفين باخذ شوكه، بتاكد انه ما في شيء مثل ما بقولوا هيك مكبتل او عامل بول، ولا احلى من هيك. لنعمل شغله كثير حلوه، كاسه صغيره بليز للسكب، رح فرجيكم شغله بين هالوقت. دائما اذا انا بدي اسكب رز لازم شغله كثير حلوه، شوفوا هالنكهة الزيت هيك، زيت الزيتون حوي حطيتها هون. هلا بالملعقة بعبي بشدها مظبوط بالكاسة، شوفوا ما احلاها. ليكو هون حبة الهيل شو حلوة، ها زركتها مظبوط 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 بالكاسة. هي تقريبا البورسيون للشخص، بحطها هون بقلبها وبشيلها بهي الطريقة. شوفوا ما احلى الكاسة، ليكو زيت الزيتون كيف عطيني هاللمعة، ولا احلى من هيك. لاعمل فينيساج لهالصحن دائما بحط على الداير شويه بهار اسود، رشه اوريجانو، انتم بتقرروا بدكم اياه، رشه بابريكا صغيره، اوكي. ممكن يكون نحط لنا هيك عود قرفه هون، عود قرفه، يعني فيكم تتفنوا مثل ما بدكم مثل ما قلنا. وبتشكر امبارح عندنا كمان من المتابعين الدائمين مدام صباح، قالت لي نحن اولادنا معودين نقدم لهم الاكل بشكل انه مزين وكل شيء، قلنا قد ايه الاشياء بتراقب. هاي الاشياء اليوم لنهارنا، ان شاء الله بنشوفكم بكره باشياء جديده. ميرسي لكل اللي عم بيتابعوا واللي عم يكتروا كثير. عم فكر هلا بكره على الواتساب نعمل جروب ونصير نحكي كل يوم اكل اكل اكل. اكيد كل بدكم اياه وصحتين دائما. اكيد وكلهم بيكونوا ناطرينك يا شيف، لانه فعلا هيك وصفاتك بتجنن مثل ما بيقولوا، خفيفه نظيفه وما في اطيب منها. بس سؤال عن الرز، نكهته بشو؟ ببصل وبقرفه وبهيل؟ ايه دائما نحن سحر عملنا الرز مره وعملنا له حلقه خاصه، بس دائما تنكيه بحبتين ثلاثه هيل، بكم حبه بهار اسود، بشوية ملح، نقطة زيت، هيدي هي الخبرية. يعني ما كتير الأشياء واسعة، وفينا نعملنا إضافات اللي بدنا إياها، إذا بدنا نحط لنا حبتين كبشة قرنفل. هيدي الأشياء جد في الواحد هون ينكه ميته كيف ما بده، منا مشكلة. نعم. عم بيسألوني شاف إذا أفضل يعملوا الرز بزبدة بسمنة أو بزيت، شو بتنصحهم؟
نو 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 فينا منشان ما نعقد الشغله فينا انا ما بقدر اتحمل بالاكل بقى كلمه السمنه والزبده بدي اقول شيء كمان كثير مهم لا هو السؤال كثير مهم بس فيني انهي بشقفه زبده بعد ما خلص هلا انا هذا البلا اوكي رح فرجيكم شغله منشان فشلكم خلقكم للي عم يسألوا هول عندي قطع انا هون زبده هيدي قطعه وهيدي اثنين فيني انا هلا بعد ما خلص الرز وبعده سخن خلص هون حط شقفتين الزبده هلا رح تلاقوا هول على الحراره بيدوبوا وبيمشي حالهم اوكي بيعطوني أوكي. هون النكهه بسيطه ولاحظتوا هالشقفتين هذا كيلو رز ما بيعملوا شيء بس بتنكوا لي طعمه طيبه واذا بالسمنه بجيب ملعقه سمنه بدهنها مثل بقولوا بيمشي الحال بس اللي بدي وصله كمان الشاطر بالاكل بدنا نسميه واللي نفسه طيب هو اللي بيرضي اذواق الناس مش دائما انا بدي اقول عن شيء انه انا عاجبني الاكل هو بنطبخ نحن لغيرنا وبناكل نحن بس هي بالاساس دائما نحن بنطبخ بنعطي لغيرنا احو لاحظوا هلا دقيقه دقيقتين بيدوبوا شو اسمهم الحبتين الزبده مش غلط بس ما بدي اطبخ فيه للزبده وللسمنه لان طعم كثير قويه ووجبه الرز بدي اقول شغله برا بالدول الاسيويه اللي اكثر شيء بياكلوا الرز بياكلوا كل يوم ما رز وما بينصحوا لانه ما في مواد دهنيه ما ننتبه على هذه الشغله ان كان الصين صح. او اليابان او فيتنام او الفلبين الرز ما لازم نطير ندسمه لانه لازم يكون الرز صحي ما يكون مثل ما بنفكر انه سمنه وزبده وبلا بلا بلا 100% الشيف عماد عراوي اليوم قدمت لنا كيكة تفاح صلصة الكراميل والكفتة السريعة بدي أشكر حضورك بدي أشكر شغلك وتحياتي لكل الأكيب العامل معك يلي فعلا هيك بيكونوا دايما إلى جنبك وعم بيساعدوك شكرا لك يا شيف أصدقائنا المشاهدين نحن متابعين رحلة يوم جديد ولكن من بعد ما ناخذ بريك صغير ونعود لنواصل